زين وصلت وقفت علي خلص البترول. وانت هين رايح؟ ما تعرف عندي شغل؟ رحت اتمرن الشاطئ شوي، تعرف الجو فنان يعني. وانت من باغي منك تتمرن وما رمت عبيها؟ ظهرني لازم استخدم القوة. بطل اقول لك ترى اكبر منك بربنا. هلا بارتنر. خلا مو ذا التأخير عندك، توبي وصل رجال. ما تعرف ان عندنا صفقة اليوم قوية؟ ذا المربع شال السيارة وخلص البترول، تو كيف اجي؟ مجيد لا تورطني، ترى الرجال يتكلم انجليزي. لحظة اقول لك، نزل تطبيق فيولي من شركة المها وبيجي يعبولك بترول لين عندك، وسعر الخدمة من الصرير ترى ما غالي. عاش يلا، ضبط امورك. This is a good car and beautiful Amsterdam. How much rent? Maybe. What you drink? كوفي تي ديو. حياك ابو خالد يا اخي، اسمح لي تاخرت. ابوي زين جيت تو ذا مو يقول انا يلا يلا من ساعه قاعد اولف في كلمتين. اوه ماي جوش طلع دعماني. الو هيثم، اقول لك فاضي يا اخي على السريع. شابه طيبه يعني، انت ما يحتاج انك يعني تعال. الو اصلا متعود الا بالشارع. امور طيبه خلا ترجع الولاله. لا برو ما شابك معك. يا خل عنك ترى لهلا غالي زين ما يحتاج نومك كل هذا الله يهديك. انت مو قاس ضرب اللي عمرك من ساعه، تعال ساعدني هنا نايم انت مو ذا مو ذي الحاله. لا اله الا الله ربع ما حد يعتمد عليه. خل واحد ما يساعد قاس نايم اللي داخل نوب الله يهدي مني العالم. لا اله الا الله. شباب كل الزغالة بالثاني تعال انا ما اعرف مو فيكم تو قل ظهر ظهر قاس ادق انقرس ما عندكم بيت تو ودي ابريدي اوكي ماتيت وادي انف مسارو انف. وش سوى ذو الملاك؟ شوف انت كيف طير من طيور الجنة. اي طير ذا غراب من حفر النار. قاس الظهر ظهر يدق انقرس. ما مشكلة ابو سلمى مينوم، ابي التيك كير. روح داخل انت، روح داخل مسكر الباب. اخر مرة حالك. روح داخل مسكر الباب. نويم دينغني واذا فتم تيزر يعني الا تدق قرس وتهرب يعني حماس يعني. ايوه. يعني وقت حماس يعني. ايوه. بس زين. رن ماتيز رن. يا ذا ماتيز يا ذا. تعلب هذا؟ أنا من ولاية سحار منطقة كروان، كان البحر عني مسافة 800 متر أو 900 متر يبعد، الآن كل ما جات سنة البحر يتقرب ويتقرب على المنزل، وما إلا أنا يعني عدة المنازل الذي على الساحل على الشريط الساحلي هذا تقريبا كلهم متضررين. الآن أنا وغيري يشتكي من هذا الوضع. نحن سنوياً على كل 7 أشهر نحن نغير مكيفات، نغير مراوح، نغير الأصباغ، الرطوبة. الرطوبة يعني ما بقت لنا شيء. هذا واحدة. ثانياً عندنا البحر خلاص يعني يضرب تحت الجدار. قبل سنتين دخل لنا داخل البيوت وكل الناس عرفت وكل الناس شاهدت وكل الناس جات وشاف هذا البحر من الأول إلى الآخر ودخل في البيوت. الآن نحن متضررين الصراحة متضررين، ونرجو من الله من حكومتنا الرشيدة تنظر في هذا الموضوع.